بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخت الأمين العام تفضلي. شكرا معالي الرئيس. لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم: سعادة السيد حمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل لظرف خاص، سعادة السيد عادل عبد الرحمن العسومي للسفر خارج المملكة، وسعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها. الرسائل الواردة، الأخت الأمين العام تفضلي. الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010 بشأن إدارة اختصاصات صندوق التقاعد للضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء دلال جاسم الزايد، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، خالد حسين المسقطي، علي محمد الرميحي وعبد الرحمن محمد جمشير لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم. شكرا معالي الرئيس. أطلب من مجلسكم الموقر تثبيت هذا التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى،
والذي جاء مؤكداً لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة. يتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من 5 مواد، حيث جاءت المادة الأولى بإحلال عبارة صندوق التقاعد العسكري محل عبارة صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوات دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوات دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وإحلال عبارة صندوق التقاعد العسكري محل عبارة صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوات دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، الواردة في عنوان المرسوم بقانون 47 لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوات دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991. وجاءت المادة الثانية باستبدال نصي المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، فيما جاءت المادة الثالثة باستبدال تعريفي صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق والخاضعون لأحكام هذا القانون الواردين في المادة 1 من المرسوم بقانون 47 لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم رقم 6 المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 وبنصوص المواد 3 الفقرة الأولى و5 الفقرة الأولى و15 من القانون ذاته، وألغت المادة الرابعة المادة الثالثة من المرسوم بقانون 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما ألغت كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في حين جاءت المادة الخامسة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى تعديل عبارات في عنواني المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، ومرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991. مبررات صدور المرسوم بقانون: أولاً، بناء على القانون رقم 15 لسنة 2022 الذي تضمن إجراء تعديلات على قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم رقم 11 لسنة 1976، حيث تم تعديل تعريف الجهات العسكرية وتعديل مسمى القانون رقم 11 لسنة 1976 وإنشاء جهاز الأمن الاستراتيجي بموجب الأمر الملكي رقم 26 لسنة 2020 ميلادي. ثانياً، إضافة عضوية رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي ومستشار الأمن الوطني إلى تشكيلة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، وإضافة ممثل عن جهاز الأمن الاستراتيجي إلى عضوية مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري. ثالثاً، علاوة على ما تقتضيه دواعي الاستعجال من ضرورة إجراء تلك التعديلات في أقرب وقت ممكن لتتناسب مع التعديل السابق ولسرعة سداد مستحقات العسكريين التقاعدية، رأت اللجنة أنه صدر تعديل مسمى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام إلى مسمى جديد قانون التقاعد العسكري بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 2022، وتناسباً مع المسمى الجديد كان لابد من إجراء تعديلات تتناسب معه، فصدر المرسوم محل الرأي الذي نص على أن تحل عبارة صندوق التقاعد العسكري
محل عبارة صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والواردة أيضا في عنوان المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991، كما أكد على أن تؤدى إلى صندوق العسكري الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون التقاعد العسكري، وكذلك اشتراكات نظام مكافأة نهاية الخدمة التي يؤديها الضباط والأفراد غير البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية، أو أي مبالغ أخرى تؤديها إليه الدولة، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. عرف المرسوم بقانون صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق بأنه صندوق التقاعد العسكري المنشأ بموجب المرسوم بقانون 6 لسنة 1991، أما الخاضعون لأحكام هذا القانون ضباط وأفراد الجهات العسكرية ممن تسري عليهم أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976، وعاد تشكيل المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري بما يسمى المجلس الأعلى للتقاعد العسكري على أن يكون برئاسة القائد العام لقوة دفاع البحرين وعضوية كل من رئيس الحرس الوطني ومستشار الأمن الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني ووزير شؤون الدفاع ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، علما بأن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2022 جعل إصدار مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للضباط والأفراد غير البحرينيين بقرار يصدر من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بدلا من مجلس الوزراء، كما أعاد تحديد المختص بتشكيل أعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري بحيث يكون بقرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، وأعاد تشكيل أعضاء مجلس الإدارة على أن يكونوا من رئيس وسبعة أعضاء بدلا من رئيس وستة أعضاء. نظرا لاختلاف طبيعة كل جهة عن الأخرى فقد منح المرسوم بقانون حق كل منها في الالتزام بتنفيذ هذا القانون كل في موقعه، بحيث يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني ومستشار الأمن الوطني ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ثم جاءت المادة الرابعة من المرسوم بقانون وألغت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لعدم لزومها في ظل الصندوق المنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون. لقد صدر المرسوم بقانون وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها المادة 38 من الدستور في 27 يوليو 2022 خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب بعد فض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس، وتم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 28 أغسطس 2022 طبقاً لما أوجبته المادة 38 من الدستور، وبحث مدى توافق ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور، وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملاً بنص المادة 33 ألف من الدستور. ختاماً تؤكد اللجنة أنها تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبررات إصداره وتوصي بالموافقة عليه. شكراً معالي الرئيس. شكراً جزيلاً. هل من مداخلات؟ تفضل.
قرأتها المقرر الله يسلمها تقول لك صدر المرسوم بقانون إلى آخره بعد فضل الدور الرابع من فصل التشريع الخامس وقبل بداية الدور الأول من فصل التشريع الثالث نقطة، وتم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 28 أغسطس 22. أعتقد أن ذاك الوقت الدور منفض، فكيف تم عرضه على مجلس المجلسين؟ يعني أنا بس استفسار، يعني هو وقبل بداية الدور كله أوكي، بس وتم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 28 أغسطس 2020 طبقا لما أوجبته المادة 38. هذا الفترة أعتقد أنه يعني إحنا كنا في فض دور العقاد، كنا العقاد منفض، فما أعتقد أنه عرض علينا، يمكن كان قدم أو أرسل بس ليس عرضا، يعني عرضه ليس دقيقا، وتم عرضه أعتقد ليس دقيقا. طيب سعادة المستشار في جواب. بسم الله الرحمن الرحيم. وردت كلمة العرض في إطار المادة 38 من الدستور عامة دون أن يقتضي الدستور شكلا لهذا العرض، فبدلالة ظاهر النص فإن العرض هو أن يرد هذا المرسوم بقانون نسخة منه من سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى والنواب، أي أن يحاط مجلس الشورى والنواب في غير حالة الحل خلال أجل شهر من إصدار المرسوم بقانون. فلو رجعنا لتاريخ إصدار المرسوم بقانون وتاريخ عرضه بأي صورة من الصور على مجلس الشورى، أي اتصال علم المجلس وهو قائم الذات وفي غير حالة الحل، فيجب أن يكون العرض في خلال شهر من الصدور، أما في حالة حل المجلس فيكون العرض خلال أجل شهر من أول انعقاد المجلس الجديد. أعتقد أنه مجلس الشورى موجود في حالة المجلس موجود قائم الذات، لسنا في إطار حالة حل، فبالتالي العرض على مجلس الشورى في هذا التاريخ المحدد قد صادف صحيح المادة 38 من الدستور. شكرا على الرئيس. خلنا ناخذ كلمة سعادة الوزير، تفضل. شكرا رئيس. أعتقد الإجابة على تسأل سعادة العضو الدكتور عبد العزيز وضحها سعادة المستشار، ولكن أنا فقط بذكر تواريخ لأن النص واضح في المادة في الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور، ويجب عرض المراسيم على كل مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان مجلسين قائمين. نعم مجلسين قائمين خلال الفترة التي صدر فيها المرسوم بقانون. صدر المرسوم بقانون الله يحفظكم 27 يوليو 2022، وعرض على المجلس 28 أغسطس 2022، بمعنى التزام بالنص خلال شهر من تاريخ الصدور، فعلا هذا ما تم طالبه، والمجلس قائم في ذاك الوقت ولم يكن في حل على سبيل المثال، إنما حتى نهاية المدة الدستورية اللي هي 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة. شكرا مع الرئيس. شكرا جزيلا الأخت هالة. شكرا معالي الرئيس. أنا بس حبيت أوضح نفس الكلام اللي قاله سعادة وزير المجلسين وأيضا سعادة المستشار، أنه المجلس قائم حتى لو فض الدور أو فض الفصل، فبالتالي العرض الرسالة أو عرض المرسوم على المجلس جاء في الفترة المقررة حسب الدستور. شكرا. شكرا جزيلا الأخ علي العرادي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا أشكر سعادة وزير المجلسين أستاذ هال. لن أطيل. طبعا صاحب الجلالة أصدر الأمر الملكي رقم 13 لعام 2022 بفضل دور الانعقاد الرابع من فصل التشريع الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وصادف ذلك تاريخ 10 مايو 2022 الموافق الثلاثاء 9 شوال 1443 هجرية. وفضل دور الانعقاد لا يعني بأن المجلس غير قائم، كما نعلم جميعا بأن المجلس لا يعقد طبعا اجتماعات اللجان، ولكن المجلس يعني برئيسه وبأعضائه قائما لغاية ما يتم تعيين مجلس آخر، إن كان مجلس الشورى أو انتخاب مجلس في المجلس المنتخب. وبالتالي من ذلك التاريخ منذ 10 مايو لغاية ما تم إحالة المرسوم بقانون كان فعلا ضمن الفترة الدستورية، وفي غير حالات الحل كما أفاد سعادة المستشار فأن المجلسين يعتبران قائمان، والمجلسين قائمان لمدة 4 سنوات إلا إذا حل أحد المجلسين وفق ما نصت مواد الدستور، وبالتالي حالة عدم الانعقاد لا تعني حالة الحل. شكرا.
شكرا جزيلا. الاخوان في الدفاع في شيء؟ دكتور يوسف. سيد الرئيس، احنا نوافق اللي تفضل بسعاده وزير شؤون المجلسين، والاخوان الساده في التفسير القانوني صحيح، يعني ان هو ارسل طبعا المرسوم بقانون لمجلسكم المؤقر في 28 اوغست، هذه واضح بالنسبه لنا الأعضاء طبعا. لا قصدي يعني في المرسوم، هل عندكم المرسوم؟ هو يعني بشكل عام يعني واضح، هي مجرد تعديل على المسمى. اول شيء هو المسمى كان القديم اللي هو يخص ضباط وافراد قوة الدفاع البحرين والامن العام، ادخلت جهات اخرى في قانون التقاعد، هي اساسا قوانين مثل الحرس الوطني، قانونها نص على ان شؤون التقاعد يختص فيها قانون التقاعد العسكري. الجهاز الامن الوطني في السابق كان ايضا صدر بمرسوم ونص في المرسوم على اختصاص شؤون موظفي او منتسبي صندوق التقاعد العسكري. ايضا مع انشاء اللي هو جهاز الامن الاستراتيجي، ايضا صدر امر ملكي، واحتوى الامر الملكي على ان صندوق التقاعد ايضا مختص بالمنتسبي، ولكن احنا راينا بان نوحد التسميه في المسمى، ويعدل المسمى اولا هو صندوق التقاعد العسكري يشمل جميع الجهات العسكريه الخمس بما فيه قوه دفاع البحرين ووزاره الداخليه. فيما يخص ايضا التعديل الاخر، تعديل على شغلتين، الشغله الاولى اللي هي المجلس الاعلى للتقاعد العسكري براس السيد صاحب المعالي القائد العام، لم يكن في عضويته سيد سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه، ولم يكن ايضا في عضويته رئيس جهاز الامن الاستراتيجي، فتم التعديل بناء على هذا، وأضيف هذه العضوين للمجلس الاعلى للتقاعد العسكري. ايضا مجلس الاداره لم يكن في اي عضو من جهاز الامن الاستراتيجي واضيف، وايضا جهاز المخابرات بعد التعديل على التسميه اضيف لهم بعد عضو، واصبح مجلس الاداره والمجلس الاعلى للتقاعد العسكري مكتمل الاعضاء من جميع الجهات العسكريه. هذا فيما يخص التعديلين يعني اللي احتوى عليهم المرسوم بقانون، هذين احنا نعتبر تعديلات شكليه، ما دخلنا يعني في صلب تعديل قانون التقاعد العسكري، مجرد تعديل على مجلس الاداره والمجلس على التقاعد العسكري بالاضافه الى مسمى الصندوق. هذه فيما يخص تعديل معاليكم، احنا مستعدين لاي استفسار الله يسلمك. شكرا على التوضيح. السلام الله يحفظك. اذا ممكن تقرأ التوصيه لو سمحتي. شكرا معالي الرئيس. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوى الدفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوى الدفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. كما تعلمون بأن المرسوم بقانون يجب أن يصوت عليه نداء بالاسم. الأخت الأمين العام تفضلي. سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، سعادة الدكتور أحمد سالم العريض، سعادة الدكتور بسام إسماعيل بن محمد، سعادة السيد جمال محمد فخرو، سعادة السيد جمعة محمد الكعبي، سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، سعادة السيد جواد حبيب الخياط، سعادة السيد جواد عبد الله عباس، سعادة السيد خالد حسين المسقطي، سعادة السيدة دلال جاسم الزايد، سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، سعادة السيد رضا عبد الله فرج،
سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة، سعادة السيد علي حسين الشهابي، سعادة السيد علي عبد الله العرادي، سعادة السيد علي محمد الرميحي، سعادة الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي، سعادة السيدة لينا حبيب قاسم موافقة، سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، سعادة الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، سعادة السيدة نانسي دينا إلي خضوري، سعادة السيدة هالة رمزي فايز، سعادة الدكتور هاني علي الساعاتي، سعادة السيد هشام هاشم القصاب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح موافق. إذن الموافقة بالإجماع. شكرا جزيلا. شكرا لينا. ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والقانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. الأخ المقرر. أرجو التكرم معاليكم بتثبيت رأي اللجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. شكرا لمعاليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة. يتألف المرسوم بقانون فضلا عن ديباجة من 4 مواد. تضمت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وتناولت المادة الثانية حلول بعض الكلمات محل الأخرى، وجاءت المادة الثالثة بحلول عبارة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم محل عبارة الوزير المختص بشؤون السياحة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، في حين جاءت المادة الرابعة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى تمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة بعد إعادة هيكلة الوزارات، والتي تم على إثرها فصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى وزارتين، إذ أصبحت الصناعة والتجارة في وزارة وأنشئت وزارة أخرى للسياحة. رأت اللجنة أنه بعد صدور المرسوم الملكي رقم 25 لسنة 22 ميلادية بتاريخ 13/6/2022 ميلادية، والذي وضع هيكلا وزاريا حديثا بتعديل وزاري، فقد ترتب على ذلك هيكلة عدد من الوزارات وفصلها عن غيرها، ومن تلك الوزارات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي فصلت إلى وزارتين، بحيث أصبحت وزارة التجارة والصناعة والتجارة وزارة مستقلة، كما تم إنشاء وزارة أخرى وهي وزارة السياحة. بناء على ما تم من إنشاء وزارة السياحة وما يستتبع ذلك من تحديد اختصاصات وزارة السياحة واختصاصات الوزير، فقد كان من الأحرى أن تتناسب نصوص القوانين مع الوزارة الجديدة، خاصة فيما تختص به من اختصاصات تتعلق بتنظيم السياحة
وهو المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادية بشأن تنظيم السياحة، ومنها ما هو متعلق بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أي القانون رقم 62 لسنة 2006 ميلادية بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض بما استتبع لزوم الأمر ضرورة تمجيد تعديلات سالفة البيان في مرسوم بقانون واحد، وذلك لتمكين الوزارة الجديدة من القيام بمهامها الموكلة إليها. فوضع تعريفين في المادة الأولى من المرسوم بقانون الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم، الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم. ثم أصدر جلالة الملك المعظم مرسوم رقم 45 لسنة 2022 ميلادية بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. جاء فيه: المادة الأولى تكون وزارة السياحة هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، ويكون وزير السياحة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. لقد صدر المرسوم بقانون وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها المادة 38 من الدستور في 21 أغسطس 2022 خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب بعد فض الدور الرابع عن الفصل التشريعي الخامس وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس، كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 28 أغسطس 2022 طبقا لما أوجبته المادة 38 من الدستور، وبحث مدى التوافق ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملا بنص المادة 1033 من الدستور. ختاما تؤكد اللجنة أنها تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبررات إصداره وتوصي بالموافقة عليه. شكرا معي. شكرا جزيلا الأخت هالة رمزي رئيسة اللجنة. شكرا معالي الرئيس، وبداية أحب أرحب بسعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وأيضا سعادة الدكتور ناصر علي قائدي رئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ونتمنى لهم كل التوفيق في تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية في للعوام 2022 و2026، وطبعا زيادة المساهمة السياحة في الناتج المحلي لمملكة البحرين، وخاصة أنه مملكة البحرين تمتلك الكثير من مقومات السياحة من موارد بشرية وأماكن سياحية، لو اشتغلنا عليها أكيد راح نكون يعني مصدر جذب لكثير من السياح في مملكة البحرين. طبعا كما ذكر المقرر جاء هذا المرسوم بعد إعادة هيكلة مجلس الوزراء والوزارات، فبالتالي كان لازماً أن تفصل وزارة السياحة عن وزارة الصناعة والتجارة، وهذا ما تم، وأيضاً تم تسمية الوزير بهذا المرسوم. فبالتالي جاء المرسوم لتمكين كل وزير من القيام بمهمه وتحقيق والعمل على إعادة أو تنفيذ السياسات التي تريدها الحكومة لهذه المرحلة. وبالتالي يعني المرسوم أعطى كل وزير اختصاصاته، ولذلك أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على المرسوم بقرار. شكرا.
شكرا جزيلا الأخ دلال الزايد، تفضلي. أنا عندي طبعا بعض الملاحظات على المرسوم، ليست متعلقة في موضوع المرسوم صياغة أو قانونا. طبعا الأخت فاطمة الصيرفي ما شاء الله يعني من بشاشة وجهك أيضا حققتي، وكثير من الناس يعني وضعوا هذا الأمر، ونستبشر إن شاء الله خير أنه يكون موضوع السياحة تحديدا باعتبار أنه هو يعتبر مصدر من مصادر الدخل بالنسبة للدولة التي تسعى إليها الدول أجمع الآن في التوجه لها. حسنا أيضا تم تخصيص أنه تكون فعلا وزارة مختصة في أمور السياحة، مثل ما أسلفت أنه يكون أن إحنا يعني نعتمد عليها في مجال مصادر الدخل، يجب أن يكون لها الاستقلال المالي والإداري. لذلك في الخطاب الذي كان موجه من قبل الأخت الوزيرة في مبررات الاستعجال سطرتي فيه فعلا أن نظرا للحاجة عدم التعطيل الاستقلالية وهذه الأمور المرتبطة في التسيير. أنا عندي بعض الملاحظات وأتمنى أن يتم الأخذ فيها دراستها وإمكانية تطبيقها في هذا الجانب. طبعا لا شك أن في موقع متعلق في البحرين وفي فيزيت بحرين تتكلم عن المواقع الأثرية السياحية التاريخية في مملكة البحرين. أنا أطلب أيضا تأخذ الوزارة فكرة أن هي تدرس اقتراح أن يكون في منصة إلكترونية خاصة في المستثمرين سواء الأجانب وكذلك على المستوى الخليجي والعربي، كيفية ممكن أن يستثمر في مجال السياحة في البحرين، بحيث أنها تبين أوجه القطاعات السياحية، بحيث تبين أيضا أوجه الدعم الذي ممكن يتم تقديمه لمثل هذه الشركات والأمور الخاصة الموجودة، يتطلع كيف يستثمر وليس فقط أنه كيف وما هي المناطق المتاحة للزيارة في هذا الجانب. أيضا معالي الرئيس في موضوع في شأن التراخيص التي تكون مطلوبة عند التقدم، طبعا وفق التعريف اللي كان موجود بالنسبة للخدمات السياحية كانت تشمل الفنادق، النزل، المكاتب السياحة، الإرشادات. بالاطلاع على ما لما الواحد يبي يقدم للاستفادة مثل من مباشرة مثل هذا النوع من الخدمات السياحية في البحرين، في هناك دائما شروط تكون مرتبطة إما في المكان، في العنوان، في الملاءة المالية، في موضوع الخبرة العلمية، أيضا في موضوع المؤهل العلمي، وأيضا الاستقلالية في كمكتب، وحتى كان في منصوص على المساحة التي ممكن يتوافق عليها على المكتب. أنا الأخت فاطمة يليت أن يتم المراجعة شغلة واحدة اللي هي يعني يتم مراجعة ما يمكن استبعاده من هذا الشروط التي ليست ذات جدوى في منح الترخيص من عدمه، حتى لا تكون عائق أمام من يرغب في الاستثمار في السياحة. مثال بسيط بطرحه لك، مثلا موجود فيما يتعلق في المكاتب السياحية أو في المرشدين أو في السفن التي يعني تكون مجاورة للمرافق يشترط فيها الخبرة. فمعالي الرئيس في مثل هذه الأمور يعني ممكن الاستقناء عن موضوع الخبرة فيما يتعلق بمقدم طلب الترخيص، والاكتفاء بأن يكون من يدير أو من يقوم بمثل هذا العمل هو من يملك مؤهل علمي. لو رجعنا مثلا في بعض المواطنين سواء من الشباب أو من المتقدمين يعني في العمر، كثير منهم يرقب في الآن أنه يستثمر بعض أمواله في مسألة الأمور السياحية. شكرا جزيلا. الأخ عادل المعودة، تفضل. أولا قبل أن وجه الشكر لوزارة السياحة وجه الشكر للجنة وخص المقرر الرئيسة والمقرر على هذه الفصاحة التي شنف أسماعنا بها، وأبدأ بالمادة الأولى تكرر في التقارير إدلاء السياحة، وأظن أنه يقصد بها أدلاء، فموجود هذا في كل نقل لهذه المادة الأولى، فأعتقد أنه يقصد به أدلاء.
ثانيا يعني الآن جاء دور الشكر الوزارة وسعادة الوزيرة فاطمة الصيرفي والأخ ناصر وجميع الطاقم الذي نأمل منهم أن بإذن الله عز وجل ينشطوا هذا القطاع المهم في البلد. ولا أضيف لا أكرر كلام الأخت أم تركي، وأيضا تشوق لسماع الإخوة خاصة الأخ علي رميحي. فأقول السياحة عندي نقطة مهمة، وهي دائما يتطرق إلى الذهن في الجذب السياحي إلى جذب السياح من خارج البلد، ولا شك أن هذا مهم ويجب العمل عليه وتشجيعه، وخاصة فيما نرى ونعلم السياحة العائلية ذات المردود العالي على البلد، وهذا أعتقد مما لا يخفى على أحد. وما أريد أن أضيفه، يجب أن لا يكون التركيز فقط في أذهاننا على السياح الذين من خارج البلد، فإن عدد البحرينيين والمقيمين في البحرين أكثر بكثير من عدد من سيأتي، فلذلك يجب أن يكون هم الاهتمام الأول، فلأن يعني الكل يحتاج إلى التنفيس وإلى التغيير، فأعتقد يجب الاهتمام بما يحب البحريني أكثر لأنه العدد الأكبر في البلد، وطبعا هذا لا يتعارض مع الاهتمام بالزوار من الخارج وتشجيع السياح من الخارج في دخول البحرين. الأمر الثاني والثالث هو أمانة كما أقسمنا وأقسمت سعادة الوزيرة على الأمانة والصدق والعمل لمصلحة البلد وفي خدمة الوطن والملك. أعتقد يجب أن تكون الواجهة البحرينية العريقة دائما هي التي نصدرها للسياح. أعتقد وأن الأجنبي دائما يحاول أن يعرف الكلتشر ثقافة البلد، ولا مو أجنبي لكن ساعات تروح الكلمة، ثقافة البلد وواجهة البلد. فأعتقد أن يعني هذا مهم أن نصدر ثقافتنا ويعني عاداتنا وتقاليدنا، وأرجو الاهتمام بذلك. وأعتقد أن أنجح البرامج التي رأيناها في البحرين هي البرامج الشعبية، فأرجو أن يهتم بها، وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتور محمد علي حسن، تفضل. شكرا معالي الرئيس، وأيضا أود أن أوجه الشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها المميز في هذا المجال. وحيث أن معالي الرئيس الحديث يدور عن المواقع السياحية وكما هو موجود في المرسوم، هناك تعريف للمواقع السياحية، وكما ذكر من سبقني في الحديث الأخ الدلال والأخ عادل، البحرين مليئة بالمواقع السياحية التي تعكس تاريخ البحرين وثقافتها المميزة. أنا عندي بس تساؤل إلى هيئة البحرين للسياحة وكذلك وزارة السياحة، هل تم تحديد كل المواقع السياحية في البحرين التي تمثل كل هذه التسميات الثقافية والتاريخية، وما هي المعايير التي وضعت لتحديد هذه المواقع والآثار والمواقع السياحية الأخرى؟ وبالتالي إذا حددنا هذه المواقع وروجناها، تكون هذه المواقع مصدر من مصادر الدخل وأيضا مهمة لجذب السياح. فأكرر السؤال، هل تم تحديد كل هذه المواقع السياحية في البحرين من قبل هيئة السياحة؟ شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتورة ابتسام، صبحكم الله بالخير. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول لحضور الحضور الجميل لأول مرة لوزيرة سعادة وزيرة السياحة والفريق المرافق لها. طبعا في البحرين هناك العديد من الفعاليات السياحية الذي يمتد على مدى كل عام، المعارض، المهرجانات، الفعاليات الرياضية، المؤتمرات، وأيضا يهمنا كثيرا موضوع الفعاليات الثقافية
خاصة ما يعني قامت به هيئة الثقافة مؤخرا وعلى مدى 20 عاما يعني المنصرمة في إيجاد فعاليات ثقافية مميزة جدا في البحرين تجذب المثقفين ورواد الفكر من جميع أنحاء العالم. أيضا هنا أحب أن أشير إلى السياحة العلاجية والتي خصها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مؤخرا باهتمام خاص الحقيقة، وشكل لها لجنة للسياحة العلاجية. وأنا هنا بمناسبة يعني استقلال وزارة السياحة عن وزارة التجارة، أعتقد أن هذا موضوع مهم جدا من أجل تعزيز البنى التحتية للسياحة بشكل عام وللسياحة العلاجية بشكل خاص. نحن نحتاج في السياحة العلاجية إلى شراكات استراتيجية مع كافة ممكن مع كثير من مؤسسات الدولة. يعني السياحة العلاجية تحتاج إلى شراكة استراتيجية مع البلديات، مع مرافق وزارة التجارة، مع غرفة التجارة، مع وزارة الصحة، مع هيئة تنظيم المهن وهكذا. فأعتقد أنه الانفصال هذا أو الاستقلال سوف يعزز كثيرا من الاهتمام بالبنى التحتية بجميع أنواع السياحة. وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ علي الرميحي تفضل. دقيقة، أنا بداية أرحب بالأخت فاطمة الصيرفي كفاءة شابة، نتمنى لها كل التوفيق، وإحنا كلنا ثقة في هذا الفريق الشاب للتصدي لكثير من الملفات المهمة. الحقيقة أنا ودي بس أستغل هذه الفرصة وجود وزارة السياحة معنا اليوم، هو أن نستذكر الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك المعظم عندما قال: لن نسمح بأي شكل من الأشكال التعرض لمنظومة القيم والعادات والتقاليد، وسنقف كالبنيان المرصوص أمام أي غزو فكري. الحقيقة هذه الموضوع يجب أن يترجم، نحن في جميع السلطات مسؤولين عن هذا الأمر، وإحنا على ثقة تامة بأن السياحة إن شاء الله ستكون دائما محل ثقة الجميع لترجمة توجيه صاحب الجلالة. لذلك نتمنى الاهتمام بهويتنا، ولن يترجم هويتنا الوطنية إلا أبناء هذا البلد. لذلك يجب التركيز على موضوع تسليم جميع ملفات السياحة لأبناء البحرين وبنات البحرين، كما سمع ورأى الجميع خلال 48 ساعة الحديث عن أهمية خلق فرص وظيفية. أنا أعتقد قطاع السياحة جميع الحكومات الآن في الدول تراهن على هذا القطاع لخلق فرص. المؤشر الثاني هو نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي. أنا أعتقد الإخوان في وزارة السياحة إذا ركزوا على هالمؤشرين إن شاء الله راح يكونون محل شكر وتقدير البحرين وهلها. السياحة في مفهومنا السابق كانت فقط محصورة في بعض الأمور التقليدية والمتعارف عليها، الآن أصبحت السياحة العلاجية والسياحة الرياضية، ولنا في دورة الخليج الأخيرة المقامة في العراق لم يستطع الساسة ولا الإعلاميين تحقيق ما حققتها الرياضة السياحية بجلب وتشجيع الأخوة الخليجيين لزيارة بلدهم العراق الشقيق. فنتمنى للجميع التوفيق وشكرا جزيلا. شكرا معالي. شكرا جزيلا. الدكتورة فاطمة الكوهجي. شكرا معالي الرئيس. طبعا أضم صوتي لصوت أخواني اللي أبدأوا فيه، ولكن أنا عندي نقطة استفسار من وزارة السياحة. إحنا ما شاء الله الأنشطة كثيرة في البلد، وخاصة في الفترة الأخيرة مع وجود صالة الدانة ما شاء الله. هل هناك
يعني من وزارة السياحة رقابة على الأسعار، لأن أنا أحس أن الأسعار جيدة وفي متناول الجميع، لذا الحضور كبير جدا. إحنا بالنسبة للإضافة إلى السياحة العلاجية، ياريت يكون هناك تشجيع على السياحة التعليمية، وأظن غرفة التجارة حاولت كثير إن هي تشجع السياحة التعليمية خاصة في التعليم العالي. إحنا ما شاء الله مملكة البحرين جزيرة صغيرة في الخليج العربي، ولكن عندنا أعداد هائلة من جميع دول الخليج وحتى من دول ثانية يجون للتعليم في البحرين، وخاصة بوجود تخصصات تعليمية مثل الطب. إحنا عندنا RCSI وجامعة الخليج العربي، طلاب من جميع الدول اليوم. فإحنا كوزارة السياحة والبحرين شنعد حق الطلبة نفسهم وأهاليهم اللي يكونون معاهم، هذه مهم جدا. وأنا أحس إنه في مجال المستثمر اللي قالت الأستاذة الدلال إنه لازم يكون في خبرة. طبعا الخبرة هي شرط أساسي للمستثمر، ولكن أحس إنه لازم الموظفين يكونون ذو خبرة عالية جدا، وخاصة إذا إحنا أردنا نفتح مجال السياحة للدول العالم، يا ريت ان يكون هناك في تخصصات طلابنا يدشون على اساس تخصص لغات متعدده، تخصص ان يكون شلون يكون هو في يعمل في مجال السياحه ويكون مهيئ شخصيا ونفسيا بالتعامل مع الاجانب، خاصه اذا العرب يعني خليجيين اسهل طبعا. ولكن اذا احنا اليوم نشوف ما شاء الله خاصة إن مال الكروز اللي مال الخليج أجانب كثيرين في البحرين، لازم يكون هناك في مرشدين، في ناس تتعامل معاهم. فتخصص اللغات أحس هذه نقطة مهمة جدا، إذا الجامعات توفر تخصص سياحة إضافة إلى اللغات المختلفة. شكرا. شكرا الأخ طلال المناعي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. أود أرحب بسعادة الوزيرة اليوم مع الفريق المصاحب لها، وأثني على كلمات الإخوان والأخوات على ما قالوه. أنا ودي أني أطرح موضوع معالي الرئيس اللي هو صناعة المعارض. اليوم البحرين لديها مركز من أفضل مراكز المعارض والمؤتمرات في الشرق الأوسط، ولذلك وأكبر دليل على بداية النجاحات هو نجاح معرض المجوهرات في البحرين، ولكن هذا يعني لازم يتبعه العديد من النجاحات. وأود أني أن أقترح على سعادة الوزيرة بأن هناك يكون توجه لجذب معارض عالمية، ويكون هناك توجه لاستقطاب الدول اللي هي صاعدة الآن في العالم في اقتصاديات. على سبيل المثال، في الله يسلمك دول جنوب شرق آسيا اللي هم يعتبرون نمور آسيا، هم مجموعة من 10 دول لهم منظمة عامة في جاكرتا، وكذلك في مؤسسة انسيات بحرين اللي هي مجلس دول الأسيان والبحرين. و هناك من ضمن نشاط الأمانة العامة لمنظمة جنوب دول جنوب شرق آسيا أن يقومون معارض، فيقومون معارض في الصين، في معارض في هونغ كونغ. وأنا أطرح الفكرة ذي على سعادة الوزيرة بيكون هناك استقطاب، وأعتقد المجلس دول البحرين والأسيان قد خاطب فيما سبق وزارة السياحة بمسماها الآن، وودي أن يكون هناك جذب لهذه المعارض، لأن عندك طال عمرك 10 دول باقتصاديات صاعدة متنوعة، والأمانة العامة في جاكرتا أبدت دعمها لعمل هذا المعرض في البحرين. وإذا كان دمجنا مع معارض دول مجلس التعاون الخليجي يكون مقره المعرض بحيث أنه يكون مقر دائم،
ليس يعرف به فقط المنتجات، ولكن أيضا التبادل الثقافي الحضاري، مؤتمرات جذب الاستثمار ما بين المنطقتين. فهذه تصور لي واحد من الأمور أو من المقترحات مع الرئيس اللي ودنا نشوفه، بحيث أنه يكون هناك معارض متكررة شاملة تعكس الرافد الاستثماري فيها ما بين البحرين ودول العالم. شكرا معالي. شكرا جزيلا. الدكتور عبد العزيز العجمان تفضل. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أشكر أخواني اللي سبقوني في الحديث عن المعالم السياحية، وأعتقد أن لدينا في غوّة دفاع البحرين المتحف العسكري، وهذا المتحف من أحدث المتاحف العسكرية اللي موجودة في الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك، هذا المتحف يجسد النهضة والتطور اللي مرت بها غوّة دفاع البحرين، فضلا عن تاريخ البحرين في مختلف العصور السابقة التي شهدت فتح البحرين، ووصولا إلى ما وصلت إليه البحرين من خلال هذا التاريخ المشرف. لذلك يعني آمل أن يكون متحف العسكري من ضمن اهتمام وزارة السياحة من خلال المعالم السياحية الموجودة في مملكة البحرين، ومع الشكر. شكرا جزيلا للدكتور أحمد العريض. شكرا سيد الرئيس، طبعا أبارك و الأخت فاطمة السيرفي مشاركتنا في هذا اللقاء، وأشكر اللجنة ورئيستها والمقرر لهذا التقرير المتميز. أضم صوتي إلى صوت الدكتورة ابتسام بالنسبة إلى تشجيع السياحة العلاجية، وهذا أعتقد قطاع مهم لتشجيعه، خصوصا عند إنشاء هذه المستشفيات الكثيرة وتقديم هذا الكم من العلاجات، وخصوصا إذا نظرنا إلى أن السياح الذين يعني قادمين من دول الخليج إلى مركز القلب، يعني يشرف البحرين أن تكون في صدارة الدول الخليجية تقديم هذه الخدمات. كذلك أرجو من الأخت التركيز على السياحات ما نسميها السياحات الدينية، فعندنا مواسم كثيرة، فالسياحات الدينية إذا صح التسمية يمكن، وعندنا مواسم دينية في البحرين، وعندنا إجازات لممارسة الطقوس الدينية، فتسهيل هذه الأمور أخواننا في دول الخليج أعتقد أن تأخذ الوزارة في اهتمامها تشجيع هذه الأمور، وذلك لربط ميزانيات الدولة بكثير من السياح في المجال الديني من دول الخليج. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الأخ علي الشهابي تفضل. شكرا معالي الرئيس. بداية أحب أشكر وزارة السياحة ممثلة بسعادة الوزيرة وسعادة دكتور ناصر قائدي والفريق اللي معاه، بس حبيت بداية يعني نكون مع المرسوم تعديلات، لأن اليوم إحنا وزارة السياحة راح تكون تحتها مركز معارض جديد. هذه مركز المعارض الجديد بصالاته الكبيرة في شغل كثير يعني، فاحنا ويا المرسوم عشان نخلي يعني السياحة التفرغ لصناعة المعارض. اليوم احنا نحاول ان نملي جدول المعارض طوال السنة، فهذه عاتق كبير على الوزيرة. الشغلة الثانية عندنا اللي هي صناعة البواخر السياحية. الوزارة مشكورة، احنا خطينا كنا ناخذ من 3000 سائح يجون البحرين، وصلنا إلى 6000 سائح بفضل الوزارة. مؤخرا صارت السفن السياحية
صارت أوفر نايت بالبحرين لأول مرة، مشكورة وزارة السياحة فيها، وإن شاء الله نشوف الهوم بورتينج قريبا راح يصير. فأنا مع التعديل ونتمنى كل التوفيق إلى الوزيرة. أنت رجل سياح بعد ما يحتاج أكيد تأيي. الأخ جمعة الكعبي تفضل. شكرا معالي الرئيس، الشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات. معالي الرئيس، أنا بتكلم عن السفن السياحية اللي ترد إلى البحرين عبر ميناء خليفة بن سلمان. أنا عملت في هذه المجال حوالي 38 سنة، ويعني وقمنا بالواجب اللي علينا إن قدمناه من التسهيلات. هاي البواخر تصل حوالي باخرتين أو ثلاث في كل أسبوع، يمتد الفترة بين شهر نوفمبر إلى شهر مارس، ويعني معظم البواخر اللي توصل حوالي من 2000 إلى 3000 سائح، بالإضافة إلى 1000 فرد هذه من طاقم السفينة. أنا أتمنى يعني من وزارة السياحة أنهم يقدمون كل التسهيلات لهم، لأن هذه مجال مهم ويعني ويساعد على تنشيط السياحة في البلاد. وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخت إجلال بوبشير طلبت الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الرئيس. تأكيدا على ما تم ذكره أو ذكره سعادة العضو علي الرميحي بشأن ما تم ذكره في الخطاب السامي بشأن القيم المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية البحرينية. في أحد المجمعات التجارية صمم برنامج لطلب عضوية يعني كممبرشيب في هذه المجمع، وأخص تحديد الجنس. للأسف الشديد حط ذكر أنثى وأخرى في هذا التطبيق، تطبيق بالموبايل. أنا دخلت عليه بالموبايل وحاولت أسوي لي عضوية في هذا المجمع التجاري. فالسؤال هني لسعادة الوزيرة، هل في رقابة على هذه المضامين أو الفورمات اللي تقدم من سواء في البرنامج أو شكراً. على كل أن أشكر الجميع على ملاحظاتهم ونتفق مع كل ما قيل، ولكن هناك الكثير الذي لم يقل في هذه الحقيقة الجلسة. أنا الحقيقة فتحت الباب أمام الجميع للمداخلات وللتعليق ولإبداء الرأي، مع أن احنا أمام مرسوم بقانون يجب أن نركز على المرسوم بقانون، ولكن قلنا هذه فرصة أن تكون سعادة الوزيرة معنا وسعادة الأخوة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض أيضا معنا، نتبادل وجهات النظر معهم، وهذا طبعا سيكون جزء من التفاعل مع مؤسساتنا الرسمية، خاصة إذا كان الهدف هدف وطني والارتقاء بمستوى هذا القطاع إلى المستوى اللي يستطيع أن يساهم أيضا في اقتصادنا الوطني. بس أنا قبل ما أعطي الكلمة لسعادة الوزيرة حبيت أقول، يعني لن أتطرق إلى كل ما قيل، بس في نقطتين حبيت أثيرها ما دام فتحتوني الشهية للمداخلة. فأنا بس اللي بغيت أقوله شيء واحد، ترى البحرين أخواني يعني زاخرة بالإمكانيات في كل الجوانب. في دول وأنتم تعرفونها طبعا بدون أن أحدد اسمها لا تملك شيء، وإنما عندها السياحة منتعش انتعاش كبير، ونحن نملك كل شيء ويجب أن نكون أكثر منهم. فأنا أعتقد إمكانياتنا كبيرة، ولذلك قرار صاحب الجلالة وسمو ولي العهد حفظهم الله بإيجاد وزارة خاصة بالسياحة
نظرا للاهتمام بهذا القطاع وأهميته، هذه أولا. ثانيا، دائما قطاع السياحة يعني مثل ما يقولون قطاع منتشر، سواء كان من ناحية الدخل أو من ناحية خلق فرص العمل. احنا في الحقيقة يعني طول الكلام اللي نتكلم فيه سواء احنا ولا اخواننا في النواب ولا في السوشيال ميديا لا يتكلموا عن فرص العمل في القطاع السياحي ابدا. طبعا هناك اعتبارات مجتمعية، قد تكون هناك اعتبارات دينية، قد تكون هناك اعتبارات اخرى، ولكن لما ندخل الى فندق او مطعم او غيره لا نجد يعني مواطن يعمل في هذه، بينما لما نذهب الى القاهرة مثلا او مصر، اسطنبول، باكستان، انا اتكلم عن دول اسلامية، نجد لا تجد الا ابناء البلد يعملون في هذا القطاع. فارجو يعني ايضا عندنا الشيخ عادل وعندنا ايضا الشيخ جواد، ايضا يجب ان نكون مثل اخواننا المسلمين يعني الشيء الاخر انا اللي بغيت بس اقوله بس هني الكلام الى سعادة الوزيرة، ان يكون العمل متوفر وان يكون ايضا المردود مجزي، المردود مجزي الى ابناء البلد الذين يرغبون في العمل في المنشآت السياحية، سواء كان فنادق أو مطاعم أو منشآت أخرى. هذه الحقيقة نقطة أنا بس حبيت أثيرها حتى لا ننساها. النقطة الأخرى وأمل، ويمكن هذا في بال أيضا الأخوان يعني سواء كان في وزارة السياحة أو في أو عند الأخوان في هيئة المعارض والمؤتمرات والسياحة، أن يكون هناك كتيب شامل عن مجالات البحرين. أنا أعتقد أن لو أصدر مثل هذا الكتاب، سواء كان صناعاتنا التراثية، سواء كان أماكننا الأثرية، سواء كان أماكننا الساحلية، سواء كان منتجعاتنا، سواء كان الخدمات الصحية التعليمية، ال 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 وهذه يجب أن توزع، يعني توزع على الزوار، توزع على السفارات، توزع على كل من، هذه ترى بتخلق أيضا وعي للإمكانيات السياحية اللي احنا نعيشها. فأتمنى إن شاء الله أن نرى مثل هذا الكتاب، هذا المجلد اللي يعكس إمكانية البحرين السياحية، بحيث أن الإعلام أيضا له دور كبير في تنشيط السياحة. في الأخير أنا بس حبيت أقول إن يعني اختيار الوزيرة كان اختيار دقيق، والحمد لله يعني هي ابنة السياحة ومتحمسة للسياحة قبل أن تكون وزيرة، والآن حماسها أكبر، ونتمنى أن يكون هذا الحماس أيضا موجود. وأيضا الشكر موصول إلى الأخوان في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وأنا يعني أبارك وأشد على إيدهم فيما شفناه من نقلة نوعية للسياحة في البحرين، خاصة أن الفترة التي استحدثت فيها الوزارة فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، فإن شاء الله المقبل بيكون أفضل وأحسن وأكبر ويحقق أمال الجميع. الآن بعطي الكلمة لسعادة الوزيرة إلى أن يعني ترد على بعض إذا كان هناك بعض الأشياء، وإن شاء الله نحن في الأخير إن شاء الله متعاونين معهم في كل ما من شأنه الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام. تفضلي سعادة الوزيرة.
شكرا معالي الرئيس، والشكر ايضا موصول الى اصحاب السعاده. طبعا احنا في وزاره السياحه وهيئه البحرين للسياحه والمعارض نتطلع للعمل مع مجلسكم الموقر في هذا القطاع الواعد الذي يعتبر من الروافد الاساسيه لتنويع مصادر الدخل في مملكه البحرين. طبعا معالي الرئيس، المرسوم بقانون جاء كآليه اجرائيه لفصل شؤون السياحة من الصناعة والتجارة، وأيضا ليعطي وزارة السياحة الحق لممارسة مهامها ومهام هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومهام مجلس الإدارة كذلك. طبعا أنا يسعدني اليوم أن الأمور اللي تم طرحها من أصحاب السعادة هي أمور أو مشاريع إحنا شغالين عليها في وزارة السياحة والهيئة كذلك، وجاءت في الاستراتيجية السياحية اللي تم إطلاقها في العام الماضي التي تمتد إلى 2026. إذا تسمح لي معالي الرئيس، في بعض النقاط أثاروها أصحاب السعادة حابة أتطرق لها. طبعا سعادة الأستاذة دلال الزايد تطرقت حق موضوع جدا مهم اللي هو المنصة الإلكترونية. طبعا من خلال المجلس يسعدني اليوم أني أنوه أن هناك منصة استثمار الأراضي الحكومية التي تدرج تحتها الاستثمارات الخاصة بالجهة السياحية، فبدينا خطوات في هذا الجانب، وهذا المشروع يدرج من قبل مشاريع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وأيضا عدد من أصحاب السعادة تطرقتوا حق موضوع أيضا جدا مهم اللي هو المرشدين السياحيين، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض هي في صدد الانتهاء من برنامج شامل مع منظمة السياحة العالمية لتوحيد الخطط وتوحيد أيضا الإجراءات التدريبية للمرشدين السياحيين وأيضا للمكاتب السياحية لاحقا كذلك. طبعا أيضا سعادة الدكتور محمد تطرقت حق موضوع خاص بالمواقع السياحية. طبعا المواقع السياحية سابقا تم تحديد أو تم إصدار 6 قرارات وزارية تحدد هذه المواقع السياحية، وطبعا في ظل المرسوم بقانون إحنا أيضا بصدد إصدار قرارات وزارية لتمتد من القرارات الوزارية اللي صدرت في السابق. في موضوع آخر تطرقت لسعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي عن رقابة الأسعار. طبعا رقابة الأسعار احنا لا نختص فيها كوزارة السياحة، ولكن لنا اجتماعات دورية مع القطاع الخاص لتحديد باقات سياحية تكون تنافسية. وأعتقد أن في الآونة الأخيرة لاحظنا أن فعلا أن مملكة البحرين فيها تنافسية من خلال الأسعار التي تطرحها للسائح سواء داخليا وخارجيا، فهذه الاجتماعات تصير دورية ما بين وزارة السياحة والقطاع الخاص وهيئة البحرين للسياحة والمعارض كذلك. طبعا في أمور كثيرة أيضا تطرقوا لها سعادة أعضاء مجلس الشورى بما يخص السياحة العائلية والسياحة العلاجية والتعليمية، وكل هذه المشاريع تندرج تحديدا كمبادرات واضحة في استراتيجيتنا السياحية، ونتطلع لعمل المزيد من المبادرات ولمراجعة هذه المبادرات أيضا مع مجلسكم الموقر. شكرا. يعني كلنا مع السياحة النظيفة، وإذا كان هناك في بعض الظواهر المعزولة فأنا أعتقد الدولة تتصدى لها بكل حزم وقوة لإيقافها. على كل شكرا على كل المداخلات، وشكرا للأخت الوزيرة، والآن أمامنا التصويت على المرسوم نداء بالاسم. الأخت الأمين العام. شكرا معالي الرئيس. الأذن بالتوصية. التوصية بالموافقة. أكيد طبعا. ولا عندكم رأي غير؟ التوصية بالموافقة. طيب تفضل. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والقانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم.
وشكرا. شكرا جزيلا. تفضلي الأخت الأمين العام. شكرا معالي الرئيس. سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، سعادة السيدة جلال عيسى أبو بشيت، سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، سعادة الدكتور أحمد سالم العريض، سعادة الدكتور بسام إسماعيل بن محمد، سعادة السيدة دلال جاسم الزايد، سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، سعادة السيد رضا عبد الله فرج، سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة، سعادة السيد صادق عيد الرحمة، سعادة السيد طارق جليل الصفار، سعادة السيد طلال محمد المناعي، سعادة السيد عادل عبد الرحمن المعاودة، سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير، سعادة السيد علي محمد الرميحي، سعادة الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي، سعادة السيدة لينا حبيب قاسم، سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، سعادة الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، سعادة السيدة نانسي دينا إلي خضوري، سعادة السيدة هالة رمزي فايز، سعادة الدكتور هاني علي الساعاتي، سعادة السيد هشام هاشم القصاب، معالي السيد علي بن صالح الصالح. موافق، موافقة بالإجماع. شكرا جزيلا ومشكور دكتور. وبهذا يعني هذا هو آخر بند في جدول أعمالنا اليوم، ونرفع الجلسة إن شاء الله، وإلى لقاء قادم.